شكرا للزميل خالد ياسين، والشكر كذلك لكباتنا في الاستوديو. إذن أيها الأحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم اليوم في إطار منافسات بطولة الدوري الأسباني للدرجة الأولى في هذا الموسم، موسم 2017-2018، ولقاء يجمعنا في إطار هذه الجولة 37 نادي ليبانت، الفريق الذي يلعب في أرضه وبين جماهيره هنا في ملعب سيوداد فالنسيا، ويستضيف المتصدر والبطل بطل الثنائية هنا في إسبانيا نادي برشلونة، الفريق الذي يحول ضيفا في المباراة الأخيرة بعيدا عن ملعب الكاملو. مصلحة نادي برشلونة في هذه الأثناء، ومن ثم تأتي العرضية على مستوى بطولة الدوري ديمبلي، ومرور بصورة مثالية والتسديدة المميزة هنا أتت لكنها اعتلت العارضة، ومحاولة من سيميدو البرتغالي والعرضية عالية هنا أتت، وكما ذكرت رأى بأنه من الواجب أن يريح الأرجنتيني، بينما هنا إنييستا والتمريرة إلى كوتينيو تلاقى فرصة الأول، كوتينيو بكرة ممتازة ولكن لم تكتمل هذه الكرة، أراد أن يمرر في الخامس والعشرين هنا التسديدة اصطدمت في حائط الصد، والكرة ما زالت قائمة بعد ذلك، يريمينا والراسية ليس لمصلحة الفريق المحلي، فرصة ما زالت قائمة ممتازة، جول جول إيمانويل بواتينغ يسجل أول أهداف نادي ليفانتي في هذه اللحظات. نعم هنا المباراة الوداعية في ملعب سوداتي فالنسيا، وبالتالي هنا الهدف الأول من إيمانويل بواتينغ اللاعب اللي يسجل الهدف الأول في هذا اللقاء لأماركيتيتش، المحاولة ما زالت قائمة، كرة ترسل عالية لكن في الأخير الكرة طالعة طبعا بعض الأسماء الجديدة وبعض البدلاء، بينما فرصة الثاني الثاني كان قريبا، ولكن القائم الأيمن هو الذي تعاضد مع حارس الميرا إلى ألبا من الطرف الأيسر البارسا من أجل التعديل، كرة ترسل عالية، يقدم الكثير حقيقة مع نادي ليفانتي في هذا الموسم، لاعب جوزيه موراليس وهو اللاعب، وصلت هذه الكرة من الرواق الأيسر، محاولة مستمرة عرضية الآن تأتي، لقاه الكثير من المعنويات ليعطيه كذلك الكثير من الجرأة والجراء في هذه اللحظات، ولكن هنا تحولت إلى خارج الملعب. يتحدث عن تير شيغن بينما كامبانا والركنية والكرة الرأسية بالحرة المباشرة، ترسل كرة عالية ومن ثم تسديدة، وتعادل في أربع مباريات بينما عرضية ترسل عالية، الكرة في بطولة الدوري وكذلك في بطولة الكأس، كرة تصل من الطرف وبعد ذلك إلى ديمبلي، عثمان ديمبلي والتمريرة، لكن هنا تغطية دفاعية فبال ستنفذ الركلة الركنية، لكن هنا سواريز وهنا التمريرة إلى ديمبلي، ديمبلي والمحاولة والتسديدة، ولكن اصطدمت في المدافع وتحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية، تحولت إلى الركلة الركنية التي تنفذ من ديمبلي ومن ثم الراسية، الكرة الكرة في اليمين سيميدو، انطلاقة البرتغالي سيميدو يحاول يسقط، هنا سيميدو ويطالب بركلة جزاء، لكن الحكم أشار بأن الكرة إلى ركلة مرمى وليس إلى ركلة جزاء مثلما كان. إنييستا إلى ألبا، ألبا في الطرف الأيسر عرضية أرضية، لكن التغطية كوتينيو على تنفيذ وكرة ترسل عالية، بعد ذلك تصدي من أوير راولا، تمريرة حاضرة من الطرف الأيمن، محاولة مستمرة إنس باردي والعرضية، لكن هو ليفانتي البحث عن مرور، تقدم من الرواق الأيمن ومن ثم العرضية الآن تأتي، لكن هذه ليفانتي المحاولة ما زالت، بوتو جول جول مرة أخرى، بواتينغ استطاع أن ينزل واستطاع أن يتوغل واستطاع أن يدخل واستطاع أن يسجل ثاني الأهداف، هذا اللاعب اللي يسجل الهدف الثاني لنادي ديمبلي، منقولة هذه الكرة من الجانب الأيمن، محاولة عرضية ترسل عالية لكنها دقيقة، وفي تلك المباراة برشلونة فاز بهدفين دون رد، يرسل كرة إلى جورجي ألبا، وصول بعد ذلك بمحاولة كوتينيو والتقدم، لكن تعود مرة أخرى عثمان ديمبلي يتقدم في وسط الميدان، ديمبلي والتمريرة لكن مقطوعة لمصلحة نادي برشلونة، وصول إلى كوتينيو، كوتينيو كوتينيو، الله 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 على كوتينيو وعلى تز
زيداته وعلى كرات البرازيل التي لا تصد ولا ترد بالطريقة. هنا نيسا إلى سواريز، سواريز والفرصة ما زالت، لكن كرة سميدو، سميدو إلى راكيتيتش، راكيتيتش راكيتيتش والعرضية إلى الطرف الأيمن إلى نيلسون سميدو، وهنا تسديدة ممتازة من نيلسون سميدو اللاعب اللي أراد أن يجرف الكرة الماضية. هذا الشوط الأول من هذا اللقاء، بينما هنا تسديدة الآن تأتي، لكن إلى هذا الموسم كرة ستنفذ من الركنية، تلعب عالية بوسكيتس والرأسية من سواريز، ولكن صدمت في المدافع الكرة، كرة تصل عالية داخل منطقة الجزاء، تصدي من فان زميل، هنا تمريرة باتجاه سميدو، سميدو والمحاولة عرضية ترسل عالية مصلحة نادي ليفانتي إلى الرواق الأيسر، هنا محاولة واعدة وهنا فرصة خطيرة وهنا تسديدة، لكن صدمت في جيرارد بيكيب وعادت مرة أخرى إلى الطرف الأيسر، مطالبة كانت لنادي ليفانتي، منقولة هذه الكرة في اليمين بعد ذلك العرضية، لكن كرة خوسيه موراليس وهنا انطلاقة لنادي ليفانتي وفرصة، الله يا سلام، هدف ثالث لليفانتي، ولكن يا له من هدف ويا لروعة هذا الهدف، إنس باتي يسجل ثالث الأهداف لنادي ليفانتي الدقيقة الأولى من زمنها التي قد تغادر، هناك أليش فيدال، هناك أندري غوميش، وهنا لدينا محاولة انطلاقة ومحاولة الآن في هذه الأثناء خطيرة، الرابع الرابع جول رابع، وماذا يفعل ليفانتي في هذا اللقاء؟ ماذا يفعل بواتينغ ورفقاء وزملاء بواتينغ في هذه المباراة يا جيرارد بيكيب في ظرف 5 دقائق في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء؟ ليفانتي أصبحت لديه 4 أهداف الآن أمام برشلونة، كرة من راكيتيتش، البارسا يبحث عن الثاني الآن، الفرق أصبح، كرة تصل إلى نيسا، هنا تمريرة باتجاه كوتينيو، بعد ذلك سيه المرة يتفوق يريمينا ويرسل كرة إلى سواريز، سواريز وفرصة سواريز في هذا الموسم، هنا ديمبلي لديه الكرة من سواريز وهنا سواريز يحاول لليفانتي، معقولة ليفانتي يبحث عن الخامس، معقولة ليفانتي يبحث عن الهدف الخامس، صد طريق روجر مارتي، مارتي يتقدم، مارتي يحاول، مارتي والتمرير الخامس جول، الله يا ليفانتي، ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ هذا هو التساؤل، وهنا علامة التعجب، وهنا علامة الفرحة، وهنا السعادة من جماهير ديمبلي، ديمبلي يحاول، ديمبلي يمر، ديمبلي يسدد ضعيفة، كوتينيو جول من كوتينيو، وثاني الأهداف لنادي برشلونة، والهدف الشخصي السادس للبرازيل الذي يسجل الثنائية في هذا اللقاء، كوتينيو، كوتينيو إذا يسجل الهدف الثاني لنادي برشلونة ويقلص الفارق من جديد، لكن يا لها من مباراة عن 5 أهداف مقابل هدفين لنادي ليفانتي، لكن لنا ركلة ركنية لمصلحة نادي ليفانتي، كرة منقوم أن يتقدم بالفعل، التقدم والمرور والوصول بعد ذلك، لكن لا والكثير بعد ذلك العرضية من باكو، كرة ما زالت قائمة، عرضية جديدة والتس بعد ذلك عادت إلى بوسكيتس في الطرف الأيمن، وهنا تمريرة من كوتينيو، فنان يا رائع يا كوتينيو، يا رائع يا كوتينيو، هنا الهاتريك الأول، سجل يا قلم، نعم الهاتريك الأول لهذا البرازيلي في كرة القدم الأسبانية مع نادي برشلونة، الهاتريك الأول لكوتينيو مع نادي برشلونة بالتسديدات القوية، هذه المرة هي اليمينية التي نادرا ما تخطئ الشباك، من يبحث عن عرضية بل عن مرور، هنا العرضية تأتي للتسديدة، لكن كان حارس المرمى الحارس سوير ولا ذبال، بينما هنا العرضية وهنا ركلة جزاء، نعم أتى القرار، ركلة جزاء، ركلة جزاء لسيرجيو بوسكيتس في الكرة الماضية، تدخل كان موجود وبالتالي أتى القرار، فكان القرار ركلة جزاء لمصلحة البارسا، بينما هنا سواريز والتسديدة، جول جول الأوروغواي
الأوروغوياني يسجل الهدف الشخصي الخامس والعشرين له في بطولة. دينيس سواريز من الطرف الأيمن، هنا البحث عن التعديل، راكيتوتش والعرضية كوتش، لكن الكرة كانت مقطوعة والكرة عادت مرة أخرى ومن ثم إلى خطأ في الكرة الماضية. دينيس سواريز لديه الكرة، يرسل كرة عالية خطيرة راسية، ضاع هدف التعادل من لويس سواريز بالكرة الراسية. منقول الكرة من الطرف الأيسر من جديد، محاولة مستمرة، عرضية الآن تأتي، زالت خطورة قائمة، فرصة لها من كوتينيو، بعد ذلك تسديد، جول إلى تسلل، الحكم أشار إلى التسلل رغم أن لويس